اليوم أصبح يعني طريق التنمية واقع حال يعيش المواطن العراقي. يمكن جانب مشرق يعني المواطن من خلال تفاعلنا ويا الجمهور لقاءاتنا أنه شيء في الأفق يروح يعني نحو الإنجاز. يعني كنا نتحدث عن أفكار، اليوم نتحدث عن واقع حال. اليوم اهتمام محلي ودولي وأيضا منظمات دولية تهتم بهذا المشروع. هذا المشروع أكثر من كونه مجرد مشروع نقل، مشروع سينقل العراق نقلة نوعية اقتصاديا سياسيا. حتى مكانة العراق، يعني كنا في زيارة إلى خارج العراق، الدول العالم تنظر إلى العراق الآن بنظرة أخرى يعني نتيجة هذا تبني هذا المشروع. اليوم يعني احنا يعني بوزارة النقل وصلنا إلى مراحل التصاميم الأولية لطريق التنمية فيما يخص السكك الحديد. استلمنا المراحل الأولى، المقطعين الأول والثاني من ميناء الفا ونقطة الربط إلى جنوب الناصرية. هذا المقطع الأول فرقنا الفنية والهندسية قيد دراسة هذه التصاميم ومناقشات مع الشركة الاستشارية الإيطالية التي تقوم بهذا التصميم. أيضا نحن في طور التعاقد على تصاميم الطريق الدولي السريع، يعني في المراحل النهائية لإنهاء مسودة العقد والتوقيع مع نفس الشركة الإيطالية التي عدت دراسات الجدوى للطريقين سكك الحديد والطريق البري. الآن يعني بعد اكتمال الموافقات الأصولية سنذهب إلى التعاقد مع هذه الشركة لإنجاز تصاميم الطريق الدولي السريع. التوقيتات التصاميم قدمت من خلال اللجان، يعني اللجان المحلية؟ لا، التصاميم قدمتها الشركة الإيطالية. الإيطالية نفسها؟ إيه نعم، إدارة المشروع اللي بالسكك الحديد استلمت هذه التصاميم. طيب. وهي في طور دراستها لتقييم هذه التصاميم، وهناك اجتماعات مكثفة مع الشركة الاستشارية الإيطالية لمناقشة هذه التصاميم. أيضا بعثنا بكتب رسمية إلى المحافظات التي تمر بها هذه الممرات السكك الحديد لأخذ الموافقات النهائية، والدوائر المعنية المسؤولة عن هذا الموضوع أخذ موافقات المحافظات مدى تعارض مع التصاميم الأساسية لهذه المدن. أيضا موافقات دوائر النفط مثلا والآثار والري، حتى تكون هذه الدوائر بعلم بهذه المسائل تستمر بها طريق التنمية. أيضا سنأخذ يعني بنظر الاعتبار دائرة شؤون الأرغام حتى تكون هذه الطرق آمنة. هناك يعني عقد مع شركتين تركيتين لتحريات التربة، بدأنا هذا يعني الشيء العملي على الأرض، أنه شركة بدأت بالفعل تحريات التربة من ميناء الفاو إلى جنوب كربلاء، والشركة الثانية استلمت المسار من شمال كربلاء باتجاه الحدود العراقية التركية إلى فيش خابو. ستأخذ عينات من جميع المناطق تستمر بها طريق التنمية، وهذا خطوة عملية يعني بدأنا بها إن شاء الله تمهيدا للبدء بتنفيذ هذا المشروع العملاق. طيب سيد يونس، هذا الموضوع وموضوع التصاميم الأولية الآن ستبدأون بمخاطبة المحافظات التي يمر بها المشروع، الوزارات التي لها علاقة لمعرفة إذا كانت هناك تقاطعات. احنا نعرف دائما المخاطبات تأخذ وقت، إجراءات روتينية بيروقراطية إدارية ممكن أن تتأخر. هل هناك توجيه بسرعة إنجاز المخاطبات، سقف زمني محدد بحيث من يتأخر عن الاستجابة لاستفساراتكم لأسئلتكم لمخاطباتكم سيتعرض ربما إلى إجراءات مثلا قانونية وإدارية؟ نعم، أولا نحن بتماس مباشر مع معالي وزير النقل بهذا الموضوع، ولن لم نعتمد على البريد الاعتيادي. يعني في هذه المراسلات بعثنا مبعوثين بكتب رسمية باليد، يعني بعثنا بالفعل ووصلناها إلى مصادر هذه الكتب، يعني إلى الوزارات المعنية إلى المحافظات. بعثنا يعني مبعوثين أخذوا الكتب الرسمية باليد وبالفعل وصلت إلى الجهات المقصودة، والبعض سلمنا الإجابات، والبعض بعثنا بفرق فنية للتباحث مع هذا المحافظات والجهات فيها. لن ننتظر البريد الاعتيادي، لأن تنفيذ مثل هذه المشاريع لا يمكن أن يمر عبر القنوات الروتينية والإدارية. هناك ديناميكية في العمل وهناك وقت مفتوح، ليس لدينا أوقات دوام محددة. يعني الآن أخواننا الكوادر الهندسية متواجدين في الشركة العامة لسكك الحديد لمناقشة بعض الأمور وإجراء بعض المراسلات. بعض المراسلات أيضا نعتمد المراسلات الإلكترونية والبريد الإلكتروني في هذه المراسلات. يعني بعض المراسلات تتطلب مراسلات إلكترونية مع الشركة الأم في إيطاليا وتعود لنا الإجابات بنفس اليوم. يعني لا نعتمد الوقت، لأن نعرف أن عامل الوقت عامل قاتل. لن نعتمد على البريد الاعتيادي، مع أن التوثيق مهم وموجود ولدينا كل الوثائق محفوظة في سجلات إلكترونية وسجلات ورقية،
وهذا المشروع سيدار بطريقة تختلف عن إدارة المشاريع السابقة، وهناك سيتم التعاقد مع شركات عالمية لمساعدة في كيفية إدارة هذا المشروع بصورة تتناسب وأهمية وحداثة المعلومات. يعني التصاميم اليوم على مستويات عالية جدا، هناك أيضا تحديث في الكودات العالمية تعتمدها المستشار الإيطالي، لن نعتمد فقط على ما سيقدمه الشركة الاستشارية، سنتعاون مع شركة استشارية أخرى لتدقيق هذه التصاميم ومساعدتنا في اختيار الأنسب والأفضل، مع ملاحظة أنه جميع التصاميم ستكون مطابقة للمواصفات العراقية. الآن في طور محدد أنه كيفية اختيار الملاجئ للمحطات، يعني بلد مثل العراق معرض لعمليات إرهابية، معرض لعمليات عسكرية، فأخذنا نظر الاعتبار المواصفة العراقية في إيجاد ملاجئ لكل محطة من محطات المسافرين، حتى يكون هذا الموضوع أيضا أخذناه بنظر الاعتبار. كثير من الاعتبارات التفاصيل حتى كثيرة. هذه اللحظة هل هناك تحديات معينة ستواجهكم حتى هذه اللحظة من الإنجاز أو من نسب الإنجاز؟ هل هناك معوقات معينة ربما يشهدها هذا المشروع؟ الحقيقة تحديات حقيقية ماكو، ولكن بعض الأمور فنيا تحتاج إلى بعض التسهيلات. يعني مثلا الفرق الفنية الجوالة يعني التي تبحث عن تحريات التربة تحتاج إلى بعض الموافقات الأمنية الخاصة. هناك بعض المناطق نفطية يعني محظورة الدخول. هناك بعض المحافظات لديها تعاوضات مع التصميم الأساس المستقبل للمحافظة. نأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، طالما نحن في مرحلة التصاميم سنأخذ جميع هذه الملاحظات بنظر الاعتبار. الجميع متعاون ومتفاعل مع هذا المشروع، الجميع يشعر أن هذا المشروع مشروع وطني، لا يخص جهة معينة ولا يخص وزارة معينة ولا محافظة معينة، سيخدم العراق من جنوبه إلى شماله، سيقدم خدمات لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم. حتى إقليم كردستان متعاون في هذا المجال، وبعثنا بكتب رسمية إلى إقليم كردستان، لأن جزء من الممر الطريق التنمية يمر عبر محافظة دهوك عبر إلى فيشخابور. كل التسهيلات نراها جيدة لحد الآن، لا توجد عقبات حقيقية. نسير بالتوقيتات المرسومة لنا لهذا الموضوع، هناك دعم كامل، يعني دولة رئيس الوزراء هو رئيس الهيئة العليا المشرفة على المشروع، الوزارات التي يعني موجودة في اللجان العليا واللجان الفنية متعاونة إلى حد كبير. لا توجد عقبات يعني لحد الآن في طريقنا، المسألة سائرة بتوقيتاتها المرسومة.